فاستغلال مواسم الطاعات للحظات الصدق. نقف مع نفسه، انا ايه اللي معطلني؟ انا ليه عندي اشكاليه في القيام؟ ليه عندي اشكاليه في العلم؟ هو انا ايه المطلوب مني؟ انا محتاج اشخص نفسي، هو انا ايه المطلوب مني؟ هو انا بعمل ايه في حياتي؟ وانا وقتي بيروح فين؟ وانا فين ديني؟ انا ليه ماذا لا اتقرب من رضا الله سبحانه وتعالى؟ محتاج اقعد مع نفسي كده احسب، ما اسيبش الحياه تمشي بيا، الايام وسنين بتعدي وافاجئ ان انا بقيت شخص زي ما الناس ماشيه وخلاص. قالوا لي لازم تروح كي جي 1، رحت كي جي 1. قالوا لي بعد كده لازم تروح ابتدائي، رحت ابتدائي. قالوا لي بعد كده لازم تخش ثانوي، دخلت. لازم تخش جامعه، لازم تشتغل، لازم تتجوز، لازم تخلف، لازم تربي عيالك، لازم تصرف، لازم تامن مستقبلهم، لازم تموت، لازم تتدفن. طب وبعدين؟ طب يعني خط الحياه بيدفعني دفعا للسير في طريق معين. طب ليه انا مملكش انا الزمام؟ ليه انا اللي ما اختارش؟ انك انت تختار صعب، عايز قوة، لأن أنت ماشي عكس التيار. وبتوصل من مرحلة بفضل الله من قوة الإيمان أنك أنت بتقنع التيار كله أنه ماشي غلط. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ده بيحتاج إلى قوة صدق وقوة إيمان. يعني مؤمن آل فرعون هو واقف يقف بمفرده، لكن هو عنده يقين قومي هذه الحياة الدنيا متاع، ويراها متاع. تكلم عن ملك فرعون وعن قصر فرعون، إنه مجرد متاع يذهب، والمتاع اللي بيتمتع به لفترة زمنية قصيرة ثم ينتهي. استغلال مواسم الطاعات لهذه الجلسات، جلسات الصدق. وكان هذا من أهم ما يميز الصحابة، إنه كان عنده صدق مع نفسه، كانش بيعيش أوضاع يعني مصطنعة متكلفة، لا هو صادق مع نفسه. أنا عندي إشكالية في كذا. كان يجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إئذن لي في الزنا، واجه مشكلته، حس إن عنده مشكلة، قال لا خلاص أنا أروح أواجه مشكلتي، هتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له، فأذهب الله عز وجل ما كان يجد في صدري. تخيل لو كان ما واجهش المشكلة وطنش، ما وقفش مع نفسه وقف، كان ممكن وقع في الزنا. إن الإنسان يتغافل عن الإشكاليات اللي بيجدها في قلبي أو في نفسي أو في حياتي، يتغافل، مش مشكلة، مهم إن حياتي ماشية. الغريب إن المفروض مواسم الطاعات من أهم مقاصدها التغيير. إشكالية إن ممكن إنسان حياته فيها تقصير معين في الدين، فيها توقف، بلاش تقصير، فيها توقف عن النمو الديني، وبعدين يدخل موسم الطاعات ويبكي، وبعدين يخرج والحياة تستمر كما هي، فيش أي تغيير ولا أي مثلا مواعيد جديدة ولا أي برنامج جديد ولا أي خطة جديدة ولا أي حاجة، حياته مستمرة كما هي. طب أنت استفدت بإيه؟ يعني أنت خرجت من رمضان كما دخلت، خرجت من العمرة كما دخلت، خرجت من الحج، خرجت من مواسم العشر ذي الحجة، خرجت من هذه المواسم كما دخلت فقط. يعني قضية الحسنات أمر هام جدا، وهو أصلا اللي بيعطينا الزاد، وهو اللي بينجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة جميعا بغير سابقة عذاب ولا حساب. لكن الإشكالية أن يكون تفكيرك أن أنا هتعامل مع القرآن أنه هو المصحف، الكلمة بحسنات والحرف بعشر حسنات وخلاص. ختمت. طب ماذا فعل القرآن فيك؟ حاسس أن أنت متضايق من نفسك بعد سورة كذا؟ حاسس ان في مشكله بعد سوره كذا؟ الصحابه لما نزلت عليهم السوره دي، ايكم زادته هذه ايمانا؟ مين اللي اتغير بعد السوره دي؟ مين اللي اتغير بعد الموسم ده؟ مين اللي حس بنقله في حياته؟ حس بنقله كده نوعيه في حياته، حس ان تفكيره بقى انضج، حس انه بيحمل هموم مختلفه، حس ان هو بيرتقي، فوجئ ان هو بيسعى في هموم لم يكن يفكر فيها من قبل. يفاجأ ان بدأ يجري على لسانه أدعية لم يكن يدعو بها من قبل في نصرة الدين او الفردوس الاعلى او رؤية وجه الله، بيفاجأ انه همومه اختلفت. ظهر هذا في اهتماماته، في ترتيبه لوقته، في دعائه، في اصدقائه، اتغير. ده اهم مقصد من مقاصد مواسم الطاعات، انك تتوقف شوية. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان مواسم الطاعات فيها الكل بيسيرك، فانت التيار المواجه قليل. يعني في رمضان ابواب النار تغلق، ابواب الجنه تفتح، تصفد الشياطين، غالب الناس بيتجه للطاعات، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. غالب الناس بيتجه كل الناس تقريبا، غالب الناس للصيام، قران،
عمل الخير عايزين يفطروا، تجد الخير منتشر والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، تجد الخير بيعم. فإنك أنت في هذه اللحظات تقنعهم أن هذه هي الحياة، أن هذه الطاعة هي ما أتمناه، ما سمعته الآن في القرآن هذا هو طموحي. خلاص هو بدأ يتغير، الناس ترجع بعد رمضان وهو ثابت، لأن كان غرس مش فسحة، هو ما كانش بيتفرج على الإيمان من بعيد ويرجع، لا هو خطى خطوات ثم وضع الغرس، ما عادش بيرجع تاني، كل ما ياخد خطوة بيغرس خلاص ويقف في المكان ده ثم يرتقي. ده أهم استفادة التعامل مع مواسم.